السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. من ناحية أخرى، أفاد إعلام فلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين، مشيرا إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية. كان 4 شبان قد أصيبوا بالرصاص في بلدة قباطية جنوب جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية البلدة وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية. هذا ووقعت مواجهات واشتباكات عنيفة في حي المراح بجنين، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غرب المدينة. استشهد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للطوارئ والإغاثة في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني مقتل 3 من عناصره في غارات جوية إسرائيلية قرب بلدتين بشمال شرق لبنان. كانت إسرائيل أعلنت شن ضربات جوية قرب رأس بعلبك والهرمل ردا على هجوم صاروخي ضد إحدى قواعدها قرب الحدود اللبنانية. أعلنت فصائل عراقية استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين بالطيران المسير مؤكدة تصعيد عملياتها ضد إسرائيل. وأوضحت الفصائل في بيان أنها استهدفت صباح اليوم موقع سبير العسكري الإسرائيلي بالطيران المسير. وفي بيان سابق قالت الفصائل إن عناصرها استهدفت بالطيران المسير قاعدة عبدة الجوية الإسرائيلية. نفت الولايات المتحدة تقارير تحدثت عن شن ضربات جوية فجر الثلاثاء على سوريا، وقالت وسائل إعلام سورية إن قصفا أمريكيا استهدف مناطق سكنية ومواقع عسكرية بمحافظة دير الزور، ما أدى إلى مقتل 7 جنود ومدني وإصابة 32 آخرين بينهم 19 جندي، فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في الغارات الجوية الأمريكية على سوريا. علقت السلطات في بالتيمور عمليات البحث عن 6 أشخاص إثر فقدانهم جراء انهيار جسر مروري في المدينة الواقعة بولاية ميريلاند الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به. وأفادت السلطات بأن المفقودين 6 باتوا الآن في عداد القتلى، واستعانت فرق الإنقاذ في بحثها عن المفقودين 6 في المياه بمسيرات ومروحيات وغواصين. مشاهدينا، نهاية هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.